خليني في المنهون. ما تحرك. اوكي ما رح اتحرك. روق. عمين عم تتزيكا؟ كنت عارف من الاساس انك مخبى عند رنا. وطي صوتك، وطي صوتك هلا. وقال شو؟ شو بتعمل يا بطل؟ وقال شو بدك مني بعد؟ اختك تركتها ما بقى حارب صوبة، شو بدك؟ انا ما كان بدي هيدا الشيء يصير، بس لو بتسمع الكلمة كان ضليتك مع نورة، بس عنادك وصلك لهون. لك بيكفيني مشاكل بقى. حياتي كلها عم بخسرها من وراك انت وامك. شو بعد بدك؟ بتحرك ولا بقوسك بظهرك. اوكي ما رح اتحرك. اوكي روق. شو بتعرف عني؟ شو خبرتك نورة؟ خبرتني كل شيء. قلت شو؟ قلت لك كل شيء. كانت حادثة صارت بالغلط، اضطريت اقتله. إيهاب رفع علي الفرد وانا اضطريت دافع عن نفسي. اضطريت الزق التهمة عليك. شو متوقع مني اعمل يعني؟ بدك اياني فوت على الحبس؟ يعني انت انا القاتل؟ ايه بس ما بتفرق، انت اللي رح تتحاكم. طيب بما انك القاتل يعني ما عندك شي تخسره. قتلني. بدي اقتلك بس ناطر الدرك ليجوا. قتلني وقال قتلني وريحني بقى. رامي رامي ما تقوس ما تقوس. وطي صوتك. ما تقتلني. إذا بتقتلني نورة ما بحياتها رح تسامحك، رح تصير تكرهك كل حياتها. ليك إذا درك لحقيني هون وراك بقيت وراهم لتسلمني كمان، ولا أنت أوسخ إنسان شايفه بحياتي ولا؟ رامي رامي أنت منك مجرم، منك مجرم. يا ريتني مجرم، لأنه اللي مثلك ما بيستاهل يعيش. يلا قوم قوم يا جبان، قوم خبر الدرك اني رامي ارتاح. يلا لأنه هلا انا صار عندي شي خبروني عنك. يلا ما بدي. ما بدك ايه؟ ما بدك لانك واحد اهبل وجبان. اختك نورة ما خبرتني شي عنك، انت اللي خبرتني هلا. فاذا انا رحت على الحبس رح تلحقني، فهمت شو عم اقول لك؟ رح تلحقني. فضل موت. قتلني. بدي اتفرج عليك عم تعفن بالحبس. قتلني عم اقول لك، قتلني. بدك اياني اقتلك عن جد؟ ما رح اقتلك. يلا وائل قوس حالك لشوف. بس ليك وعا تفكر تتزيكا وتقوصني، لأنه ساعتها أنت الخسران. روب روب وفل، بس ما تخبر حدا أنا شو عملت. روب قبل ما يجي ترك. روب